شكرا سيدة النائبة المحترمة. تتنكب الوزارة حاليا على إعداد مشروع برنامج للرفع من جاذبية النقل العمومي للمسافرين، وترتكز هذا البرنامج على المكونات الثلاث الرئيسية لهذا النقل، وهي الحافلة والسائق المهني والمحطة الطرقية. بالنسبة للحافلة، تم إعداد برنامج طموح لعصرنة حاضرات الحافلات مع تزويدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة للمساعدة على السياقة. بالنسبة للسائق، تقوم الوزارة بتطوير وتأهيل منظومة التكوين وامتحانات الحصول على رخصة السياقة مع إدماج التكنولوجيات الحديثة أيضا. أما فيما يخص المحطات الطرقية، تنواصل العمل مع وزارة الداخلية باش ننجو الجيل الجديد للمحطات الطرقية الكبرى. من أجل إنجاز هذا المشروع، تتواصل الوزارة تعبئة الموارد المالية اللازمة، وكذا العمل مع المهنيين لتحديد الإجراءات المرتبطة به. وللتذكير، فإن مدونة السير تتنص على إلزامية توفر الحافلات على جهاز قياس وتسجيل السرعة ووقت السياقة، مع إلزام سائقي هذه المركبات على احترام مدة الراحة المنص عليها، حفاظا على السلامة ديال المسافرين.